ما الحكم فيما إذا كنت لا أصلي الظهر جماعة ولا حاضرا في وقته؟ وهذا يتكرر معظم الأيام، حيث أنني أعمل في الليل وأعود في الصباح لكي أنام، ولا أصحو من النوم إلا عند أذان العصر أو قبل العصر بقليل. فهل ينطبق علي قول الرسول الكريم أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها؟ أفيدوني مأذورين جزاكم الله خيرا. هذا تفريط ولا يجوز، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، كل الصلوات الخمس، لا يهتم ببعضها ويتساهل في البعض الآخر، ومنها الظهر، فعليه أن يصليها مع الجماعة وفي المسجد إذا كان قريبا منه مسجد يسمع النداء، ووقتها يبدأ من زوال الشمس إلى قبيل دخول وقت العصر، فإذا صلاها في أي فترة من هذا الوقت فإنه أداها في وقتها ولو في آخر وقتها، ولكن إذا كان ترك صلاة الجماعة فعليه إثم بترك صلاة الجماعة، أما صلاته فإنها صحيحة لأنه أداها في الوقت، وهو ذكر أنه يصليها قبل العصر، فإذا كان هذا واقعا وصلاها قبل دخول وقت العصر فهي صلاة صحيحة، ولكن عليه إثم ترك صلاة الجماعة إذا كان عنده مسجد وعنده أذان وجماعة. جزاكم الله خير.